طيب بخصوص سؤالك انه يعني شو انواع التشات بوت؟ انواع التشات بوت انه ممكن نحن نصنف في عدة انواع، بس ممكن نصنف نوعين اساسيين، انه اللي هو النوع الاول ماشين ليرنينج، وهذا بتطلب انه يكون في عندنا بيانات على شكل حوار conversation. والنوع الثاني ممكن نحكي عنه انه هو رول بيست. تمام، في الرول بيست انه انا بحكي انه انا بقسم او بعمل تاج للنص تبعي لمجموعه من الانتنتس، تمام، ومن خلال هدول الانتنتس انه انا بحدد انه والله لو انذكر في السؤال الانتنت الفلانيه فبالتالي ممكن يكون الجواب كذا او كذا او كذا. وهذا فيه له طرق عديده، يا اما بستخدمها لوكالي يا اما بستخدمها من خلال سيرفيس زي الاي بي ام واتسون او الويت اي اي او الجوجل ديالوج فلو او وات ايفر من هذه السيرفيسز. فانا ببنيها بهذه الطريقه. وعشان نفهم ايش معنات انه رول بيست، انه خليني اورجيكم سامبل. في سابقا كان في عندنا مشروع، المشروع هذا انه عباره عن تشات بوت للكليه، والمشروع هذا انه باستخدام او بيستخدم تقنيه الاي اي ام ال. تمام، هذه عباره عن مارك اب لانجويج، من خلالها انا بقدر يعني اصيغ الاسئله تبعتي. فالان المارك اب لانجويج هذه، خليني انه على سبيل المثال هذه مجموعه من السيتس، لا خلينا اروح على الاي اي ام ال، وهنا مقسمه لملفات. يعني على سبيل المثال في عندي هنا greetings.aiml، هي مقسمة هنا لفئات أسئلة، فهذه الشغلات المتعلقة بال greeting. يعني أنا عندي في لها template معين، نمط معين. إيش النمط هذا؟ إنه أنا بحكي له إنه إذا إجت أي كلمة من كلمات اللي موجودة في الست greeting وكان قبليها نص وبعديها نص، طبعا هنا هذه انه هذه عباره عن كوانتيفاير، انه انا بحدد انه اذا كان يعني قبليها اي نص او ممكن ما يكونش نص، وبعديها هنا انه يعني هنا زي زيرو اور مور. تمام، فبالتالي هنا بحكي انه اهلا وسهلا بك وشكرا لتواصلك معنا في كليه تكنولوجيا المعلومات. في عندي فئة تانية إنه مثلا لو حكى السلام عليكم برد عليه وعليكم السلام وبرضه بحكي له أهلا. تمام، ممكن أنا أحكي له نمط تاني، باترن تانية، اللي هي إيش الفرق بين هاي وبين هاي؟ إنه هاي السلام عليكم بقل التعريف، وهنا سلام عليكم بدون قل التعريف. تمام، وهنا إنه لو إنه حكى انه يعني كان في انا عندي موجوده من الست انه ذكر اي اسم من الاسماء، فممكن انا احكي له مرحبا واحكي اسمه، كيف ممكن اساعدك بهذا الشكل. تمام، وهنا لو اجى في اي شغله انه اسمك، تمام، يعني مثلا على سبيل المثال هذا النمط شو بيعني؟ هذا النمط بيعني إنه أنا ممكن أسأل زي هيك، ما هو اسمك؟ ما اسمك؟ شو اسمك؟ إلى آخره من الأنماط اللي بتيجي. فأنا حكيت إنه قبلي إنه zero or more text، وهنا zero or more text. إذا هذه أنا بسميها intent. فإذا إجت الانتنت اسمك، فهو أنا بفترض أنه هو بيسأل عن اسمي، تمام؟ عن اسم التشات بوت. فبحكي له اسمي FIT بوت، وبروح برد له من المقابل أنه ما هو اسمك. تمام؟ أو ممكن يكون أنا في عندي هنا نمط تاني للجواب أنه اسمي FIT بوت، إيش اسمك أنت؟ فممكن أحكي له ما هو اسمك؟ فهنا من هذه الكاتيجوري ممكن ياخذ هذا الرت، هذا الباترن او هذا الرت الباترن راندوملي. هذا بالنسبه له انه يعني انه السلام عليكم بالصيغ تبعتها المختلفه بقل التعريف وبدون ال،
وهنا إنه إذا أنا سألته اسمك، هيو في فئتين في الجواب، ممكن يكون ما هو اسمك وإيش اسمك أنت، وفي أنا عندي صباح. لما يحكي لي إنه يعني هو ممكن يحكي صباح الخير، صباح الفل، صباح الورد، صباح النور، يعني أي يعني لما يعني عشان هيك أنا ما أعتبر إنه كلمة صباح في حد ذاتها intent. ممكن أضيق الموضوع وأحكي صباح الخير وصباح النور الأكثر شيوعا. فإيش بيكون الرد؟ الرد هو عبارة عن randomly واحدة من هدول الأجوبة. مرة ممكن إنه يرد صباح النور، لو سأل مرة تانية ممكن يحكي صباح الفل، ممكن مرة ثالثة صباح الورد، وهكذا. وهنا نفس الشيء بالنسبة للمساء، تمام؟ وهنا الشكر برد عليه مرة عفوا، مرة لا شكر على واجب، ومرة هنا. فبالتالي شكرا هذه عبارة عن intent. كل ما حدا يحكي لك شكرا بقول له إنه أنت بترد عليه عفوا، بغض النظر إنه إيش كان قبل وإيش كان بعد. يعني ممكن يحكي لي إنه نهارك سعيد وشكرا، أو ممكن يحكي لي شكرا لك، فهذه إلها برضو صياغ مختلفة. يعني هنا تمام شكرا. دكتور عندي سؤال، هاي الحوار يعني بيكون بلغة HTML 5؟ لا لا لا، مش هي هنا في هذا الملف اللي هو الامتداده AIML، هذه مش HTML، هذه XML، هذه XML language. ايش هي الـ XML language؟ هي Extensible Markup Language، زي كأنه أنا بعمل tagging أو structured information. لإيش الـ information هذه؟ للـ rules والـ intents تبعتي. يعني هذه زي كأنه على شكل rule، وكأنه أنا بحكي له لما تجي لك أي حوار، أي جملة من الشخص اللي قبالك في كلمة شكرا، فاعتبر لي إنه كلمة شكرا هذه intent، وبدك ترد عليه بشكل عشوائي بأحد هدول الأجوبة. يعني هنا الحوار فبالتالي الصيغة العامة تبعتها إنه زي إنه question، ويعني إنه إذا كان يعني زي هيك، إنه إذا كانت إنه ال question like تمام pattern معين خلينا نسميه B، تمام؟ فبالتالي إنه then إنه الأنسر بتساوي كذا، زي هيك. فأنا عندي مجموعة من الرولز، هذه رول واحد، هذه رول اثنين، هذه رول ثلاثة. فهلقيت الملف هذا الـ AIML هو عبارة عن markup language، بعرف فيه هذه الرولز وبعرف إنه الباترن تبعي أو الانتنت تبعي، هذا هي الوظيفة تبعته. هذا الكلام أنا بشتغله locally، في يعني واحدة من الطرق إن أنا أستخدم الـ AIML عفوا. في طرق تانية إن أنا بروح بستخدم الـ WIT API أو الـ WIT AI. في طريقة ثالثة إن أنا أستخدم الـ IBM. الـ IBM نفس الفكرة، زي هيك بدي أعرف أنا مجموعة من الـ intents ومجموعة من القواعد، فبالتالي بدي أروح أقرأ الـ documentation تبع الـ IBM، كيف أنشئ هدول القواعد، تمام، وكيف اعرف الانتنس، وساعتها خلاص بصير في عندي تشات بوت جاهز بدون ما يكون في عندي الحاجه لداتا سيت، وتكون الداتا سيت هذه كحوار. يعني بتمنى انه هيك وضحت الصوره شويه. خليني اورجيكم مثال ثاني إنه هذا غير عن الجريتينج. هنا مثلاً إنه duration of study، فترة الدراسة، فهذه مجمعين فيها كل الأسئلة عن فترة الدراسة، تمام؟ فعجيت هنا هذا عبارة عن condition، إنه duration، إنه إذا إجت فيها كل هدول الخيارات، تمام؟ فهنا إنه الجواب إنه مدة الفصل الدراسي 15 أسبوع دراسي بالإضافة إلى فترة الامتحان، تمام؟ قديش مدة الدراسة؟ إذا كانت طب 6 أعوام، إذا كانت هندسة 5 أعوام، والكليات الأخرى 4 أعوام، زي هيك. وهنا max duration، الmax duration هي max duration، ف
الماكس ديوريشن انا في عندي اكثر من وحده هنا، تمام، انه هذه كنمط. تمام زي هيك، فهو حكى للبكالوريوس والماجستير عفوا للطب والهندسه والكليات الاخرى. وهنا عدد الساعات، عدد الساعات انه هالقد وهالقد وهالقد وهكذا. فبروح بجمع الاسئله هدول في ملف، ومحتاج انه انا انجن انه هو يعمل رن لهذه الشغله، انجن للتشات بوت. خليني اطلعكم على الجوكس بالمناسبه بالمره. فهنا لما احكي يعني هنا انه النمط انا عندي نكته، تمام. فبالتالي النكته هنا انا بحكي له انه جيب لي واحده من الجوكس، والجوكس هيها، تمام. فبالتالي انه هنا ممكن انا اقول له احكي لي نكته، خبرني نكته، قول لي ايش في عندك نكته، هاي الأمر. فبالتالي كلمه نكته هي عباره عن intent. فكل ما تذكر كلمه نكته على طول بروح بجيب لي بشكل عشوائي واحده من هدول النكات وبروح بعرض لي اياها، تمام. طب يا دكتور، هذا تفضل. له علاقه بالذكاء الاصطناعي؟ يعني انا شايفه كانه يعني جوابه سؤال. ما هو يعني هو له علاقة أكثر بالـ Natural Language Processing، والـ Natural Language Processing Rule Based Chat Bot يعتبر من الـ Natural Language Processing، والـ Natural Language Processing يعتبر فرع من فروع الـ AI. يعني في بعض الـ إنه يعني مستوى الذكاء تبعه مش زي ما أوكي، مش ذكي، لكن هو rule based system. زي ما في عنا في الـ AI عند حاجة اسمها expert system، والـ expert system هو rule based system. فبالتالي هل يعقل إنه الفكرة في الموضوع في عملية الاستنتاج وعملية الماتشنج، هذه الـ inference engine أو الـ engine اللي بيشغل الـ chat bot، يعني هي مش مجرد إنه عبارة عن if then rules وsimple وخلاص. لا، أنا في عندي engine بروح بعمل match ل أنسب شغلة من هدول الشغلات، وعلى أساسه بروح بطلع لي الجواب. ففي بعض الذكاء، في موجود بعض الذكاء. خليني أستعرض إنه في هنا في الويت AI، إنه أنا لو بدي أبني تشات بوت، فأنا بدي أطلع على recipes. مش عارف أنا البعض تبعه هو من الشمال من اليمين للشمال، لكن طيب خلوني أعمل أنا لوج إن. هو على ما أعتقد أنه كان ذاكر هنا حاجة عن الـ أنه continue with GitHub يود بعد 30-12-2020 مش هكون قادر أنه أدخل بالGitHub، لأنه أنا أصلا مسجل بالGitHub. فخليني أسجل هنا في بالGitHub، أو أنه already أنا في عندي حساب بالGitHub. Not this time. Okay، بديش أربطه بالفيسبوك حاليا. ف
بدي أروح أعمل أبليكيشن جديد، تمام؟ فهنا أبس، فهنا بروح بعرف هيو test your app understand a sentence. Okay, you can train your app to add more examples. لما اليوزر بيحكي شغلة معينة فبروح بضيف intent وبعمل validate. يعني على سبيل المثال خليني أشوف هنا من السامبل، تمام؟ هنا طيب نقول إنه ما هو طقس اليوم؟ تمام، فبالتالي هيو راح عرف لي انه اليوم هي عبارة عن intent بدي اضيفها انه زي هيك لحالها. لما يعني كلمة الطقس بحد ذاتها، راح حكيت لكم ان الويت هو بيضع من العربي، كلمة الطقس بحد ذاتها هو عرفها انه هي عبارة عن date time، انه هذه عبارة عن intent. الان انا بدي اضيف intent ثانية واحكي له انه هذه عبارة عن intent جديدة، وأحكي له إنه هي weather. طب خليني أغير الجملة بالإنجليزي، ثواني بس. no no what is the weather today؟ والآن قاعد بحلل. هذه date time، وهنا أقول أوكي، وهذه بدي أضيف intent جديدة weather. ومش من ضمن الانتنس الموجودة. اوكي، temperature هاي temperature. بصي هذه بدي اغيرها عشان الويذر مش موجودة. what is the temperature in London today؟ الان today بروح معلم انه هي عبارة عن date time، ولندن هي عبارة عن location، تمام؟ و temperature هي عبارة عن temperature، فبالتالي إنه بيجيب لي درجة الحرارة. فبالتالي هنا بغض النظر عن
يعني دور لي على الثلاث كلمات هدول temperature ولوكيشن وهنا date وtime، فأنا زي كأنه بعرف نمط عام زي هيك، تمام؟ إنه whatever كان إنه text قبل كان أنا في عندي هنا temperature، تمام؟ whatever إنه يكون التكست بعتيه وهنا في أنا عندي location، هنا ممكن ما يكونش في تكست zero zero words، وهنا location وهنا date time بهالشكل. أوكي، في هذه الحالة إنه إذا كان الباترن like this فبالتالي إنه الانسر إنه روح جيب لي درجة الحرارة في المدينة الفلانية في هذا التاريخ. ممكن أنا أحكي له today، ممكن أحكي له tomorrow، ممكن أحكي له next week، فبهذا الشكل. فبالتالي بعد ما أخلص هذا النمط بحكي validate، تمام؟ فهيو تم إضافة هذه الشغلات زي هيك، لما إنه اليوزر هذا إنه بحكي هذه الجملة بروح بضيف نمط تاني، بروح بضيف نمط ثالث، بروح بضيف نمط رابع، بعد ما أخلص تمام بروح إنه أنا بدي أستدعي هذه الشغلات في الأبليكيشن تبعي. أنا عملت أبليكيشن هنا تمام، فبروح بستدعي هذه الشغلات في الأبليكيشن تبعي. هنا في أبليكيشن تاني هيو معمول هنا هنا temperature ولوكيشن وديت تايم نفس الفكرة، تمام؟ وفي كان كود بايثون بروح بستدعي هذه الاي بي اي لانه هي اصلا انه فعاله. فكود الاي بي اي تبع البايثون كيف بدنا بروح هنا على الدوكيومنتيشن وهنا بروح على البايثون، تمام؟ بعمل انستول للويت، تمام؟ وبعدين انه هنا هذه مسج اي بي اي لانه هي تعتبر من ضمن المسجز، تمام؟ او عفوا انتراكتيف ستارت انتراكتيف كونفرزيشن وذ يور بوت، تمام؟ فبروح بعرف انه سيت ان الارم ات 7 اي ام، تمام؟ هنا الريسبونس بروح بطبع الريسبونس زي انه وات از ذا ويذر لندن توداي، وهنا بروح بجيب الريسبونس وبطبعه بهذا الشكل. فبالتالي هاي الشغلات انه انا بجيبها هنا انه هاي الكلاينت عرفت منه الكلاينت من يعني باستخدام الاكسس توكن تبع الابلكيشن تبعي، تمام؟ ومن خلال استدعاء هذه الكونفرزيشن انه انا ممكن ابعت له سؤال وروح اطبع لي الجواب تبعه زي هيك، تمام؟ هذا هنا ببعت له ويف ملف صوتي وهنا بروح بجيب لي انه الترانسكريبشن تبعه او الريسبونس تبعه بهذا الشكل. ف طريقه استخدام يعني انا يعني زي كانه انا بنيت الابلكيشن تبعي هنا بهذه الكيفيه، وبعد ما خلصت بناء الابلكيشن تبعي كله رحت حطيت كل الانتنس لما انه يعني كل الانماط تبع اسئله المستخدم، أروح هنا بستخدمها في الـ API تبعتي بهذا الشكل. هذه يعني بشكل سريع جدا جدا كيف إنه أنا أستخدم الـ WIT API. فبتصور إنه صارت الصورة واضحة نوعا ما، ولا كيف الأمور شايفينها؟ لا واضح الحمد لله، تمام. تمام. هذه برضو مأكد مرة تانية، هاي الطريقة إنه بقدر من خلالها أبني تشات بوت بدون الحاجة ل ل ل ل ل شو اسمه ل لداتا سيت أو داتا سيت أو يعني حوار، تمام؟ تعال نقارن هذه الشغلة بالـ AIML. هذه الملفات أنتوا شايفينها إنه متصعبين منها ومعقدة، والواجهة اللي موجودة هنا
انه انا كيف اعرف الانتنت، انه انت بس قول لي ايش بسوي المستخدم وعلم لي على الكلمات. هذه شايفينها انه اسهل استخدامها من كتابة ملفات زي هيك، صح؟ فبالتالي يعني هذا دور التطبيقات او الخدمات زي الويتر اي اي او الاي بي ام، انه هي بتسهل انشاء التشات بوت بشكل سريع جدا جدا. وهي فعليا انه نمطها زي الملفات هذه فعليا، انه نفس المبدأ بالضبط. تمام. فبعد ما اخلص الابليكيشن هنا على الويت اي اي، بروح بستخدمه من خلال البايثون كود بهذه الطريقه، وخلاص بصير فعال انا عندي بهاي الطريقه. زي ما حكيت لكم انه في الويت اي اي، لو رجعنا على المين سايت هنا، هذا في عندكم هذا الفيديو، هذا How to build a messenger bot with AI. يعني هذا الفيديو تقريبا مدته 20 دقيقة، وفعلا انه سهل جدا انه انتم فعلا انه تعملوا بوت بشكل سريع بيجيب على اسئله. يعني زي كانه بتقول له، لما اقول لك مرحبا بتقول لي اهلين، لما اقول لك صباح الخير بترد علي صباح النور، وهكذا. لما اسالك انه قديش سعر صرف الدولار اليوم، بتقول لي سعر صرف الدولار حلقات، يعني زي هيك، يعني اشياء من هذا القبيل. فممكن يكون تشات بوت مبسط بهذا الشكل. بعرفش، ممكن انه يعني في مرة لاحقة انه احاول انه ابني لكم ابليكيشن بشكل سريع. يعني كمثال ممكن انه احنا نعرضه، بس بتصور انه الفيديو هذا يعني for the moment بالنسبة لكم كافي جدا انه انتم تتفرجوا عليه وتشوفوا كيف فعلا بيتم بناء ابلكيشن باستخدام الويت دوت اي اي. طيب إيه بتصور انه في اسئله بخصوص للتشات بوت؟ اوكي، هنا نشوف المشروع هذا. مطلوب شخص يقوم ببناء تشات بوت خدمة عملاء احترافي، يقوم التطبيق على توصيل الطلبات الخاص بي وعلى الويب وعلى أنواع تطبيقات المحادثة مثل الواتساب والإنستغرام والتليجرام. وفعليا هنا لو اطلعتوا على الويت اي اي، زي ما ذكرت لكم انه هنا بحاول انه هو يربطه بالماسنجر. طبعا طريقة ربطه بالتطبيقات الثانية تليجرام وكل الأمور هذه برضو نفس الكيفية، يعني نفس الفكرة بالضبط، إنه ممكن أنا أربطه بالتليجرام، ممكن أربطه بواتساب واتيفر. تمام. ويمكن ربطه لوحة تحكم خاصة واستخراج المعلومات منها مثل بيانات الطلب والتوصيل. بالضبط، يعني أنا بروح بصيغ إيش هي الأسئلة اللي ممكن تكون خاصة بالطلبات، أنه لو سمحت أنا بدي أطلب كذا وكذا وكذا. تمام. وطبعا في أنا عندي العنوان، بده يكون في نمط للعنوان زي هيك. تمام. فممكن أنه أنا أروح أعمل عدة أنماط لأسئلة الطلبات. فممكن أقول لو سمحت أنا أريد، أو أنا بدي، أو بعرفش إنه إيش اللهجة اللي بيستخدموها، أنا بغض النظر عن شو اللهجة اللي بدهم إياها، إنه أنا مثلا بدي كذا وكذا وكذا. تمام. وتوصلها للعنوان. فبالتالي كلمة عنوان هذه intent أنا بركز فيها، وهنا أنا أريد معناها إنه هنا order، بدي order. تمام. ايش هو الاوردر اللي بيجي بعد الكلمة بدي بالضبط بهذا الشكل. تمام. توصلها للعنوان، طبعا بيتم استخراج العنوان هذه، فهو هذه البيانات اللي طالب استخراجها، انه ايش هو الاوردر
وإيش هو العنوان. تمام؟ طبعا هنا بده إياه للمطاعم ومتاجر توصيل طرود. تمام؟ بده إياه إنه هو يتعلم من أسئلة المستخدمين. طبعا هذه شغلة ممكن إنه إحنا نعملها بحيث إنه ممكن نقول للبوت هنا في الويت اي اي، ممكن نحكي له إنه أنت إذا لقيت إذا 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 مر عليك نمط أنت مش عارف تعمل له هاندل، تمام، فساعتها بتروح بتمرره في قناة خاصة، والقناة الخاصة هذه إنه ممكن إنه إحنا نشوف بعد فترة إيش الأنماط هذه ونحاول إنه إحنا نعملها include في السيستم تبعي. تمام؟ أو ممكن إنه يعني إنه هذا الكلاينت ما دام إنه هو طالب إنه هو بده يتعلم، إنه نشوف هل هو في عنده أصلاً حوارات من خلال المنصات تبعته، سواء كانت واتساب أو تيليجرام أو كذا، هل في عنده حوارات للطلبات هذه؟ إذا كانت موجودة أوكي، ساعتها ممكن أستخدم المشين ليرنينج وبريح راسي من قصة إنه أنا لازم أحدد الانتنت وكل الأمور هذه. فما بتصور إنه هو عنده داتا سيت على ما أعتقد، فعشان هيك ممكن إنه يكون إنه بخدمة من استخدام الويت اي اي تعملوا هاندل الأسئلة اللي مش محطوط النمط تبعها من خلال هيومن، لغاية ما إنه نضيف الأنماط هذه تباعا 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 زي هيك. تمام؟ هذا أعتقد إنه هو مشروع واحد ولا مشروعين؟ أكيد إنه في مشروع تاني. مشروع تاني بناء تشات بوت بلغة البايثون، يمكن دمجه مع تطبيقات موبايل لرسالة ترحيبية ثم مسارات برسائل مبنية على خيارات محددة، يمكن المستخدم اختيار ما بينها، يمكن دمج صور مقاطع فيديو، مراسلة جماعية برودكاست، رسائل سيكونس. هذا سهل جدا. ليش؟ لأنه مطلوب إنه رسائل محددة، يعني رسائل محددة زي كيف يعني مثلا إنه أنا ممكن أعمل زي كأنه منيو، يعني أنا مثلا في البنك إنه يعني البنك، تمام، أنا حكيت مرحبا للبنك، ممكن إنه يعطيني أول حاجة إنه مثلا إنه هي رد واحد، رسالة ترحيبية، ممكن يحكي لي مرحبا، يحكي لي مرحبا باسمي، مرحبا معتز، انت ايش بدك، تمام، من هذول الخيارات الثلاثة او الاربعة. تمام، اسعار الصرف، اثنين خدمة العملاء، ثلاثة بدك مثلا سحب وايداع. ما بخلي الكاستمر يكتب، تمام، ما بخلي الكاستمر يكتب، فبروح بضغط على هذا بيطلع لي اياه از باتون، تمام، فبروح بضغط على هذا فبروح بيطلع لي الجواب على طول. او مثلا بده خدمه العملاء، فالان بروح مدخلني على سب منيو ثانيه. تمام، هذه الشغله ممكن اسويها بشكل سهل في باستخدام الديالوج. فلو تبعت جوجل تمام، فممكن ان انا يعني اعمل منيو وسب منيو بهذا الشكل. أعتقد إنه الفيديو هذا زي برومو، مش هيكون فيه شيء كتير. أوكي، طيب ممكن إنه نحكي إنه بدنا ديالوج فلو إكزامبل،
شات بوت. هنا في how to build a chatbot باستخدام الديالوج، لو انه بتكون فيها خطوات واضحة نفس الفكرة. فهنا بروح بعمل application جديد اسمه الويذرمان، بسأله عن أحوال الطقس، بحدد فيه اللغة، تمام، بعرف الانتنس، كلها نفس المبدأ، تمام. طبعا الانتنت هنا رسائل ترحيبية، هاي جاب لي كل التريننج فريزز، شايفينها كل التريننج فريزز بالانجليزي، زي هاي هلو هاي هاي دير، كل هذه انه عبارة عن انه greeting as welcome. هنا ببدأ اعرف الانتيتي، هنا لسبون، لسبون هي عبارة عن city، تمام. Is it raining in Johannesburg؟ هل تمطر حاليا في جوهانسبرغ؟ I want to know the weather in Lisbon. فبالتالي هدول بحددهم انه هذه عبارة عن، بعملها annotation انه هذه عبارة عن city، زي هيك. فهذه الخطوات، تمام. هنا بعمل تيست للابليكيشن، توك للابليكيشن تبعي، هي يوزين ماسنجر زي هيك، بروح بكتب انه I'm traveling to Berlin. هاي الرد يفترض انه يطلع معايا زي هيك. The weather in Berlin is fine and mild. Anything else? No, thank you. زي هيك. تمام؟ هذه الانتجريشن، هنا بدي اعمل انتجريشن بالنوت جي اس. هنا بعرف الكونتكست، الكونتكست هو اللي انا بقصد فيه انه انا انه انا زي كانه يعني بعتمد على جوابه السابق عشان انه اجيب، يعني مثلا زي كيف مثلا زي مثلا انه انا ممكن اساله كم المسافه، كم تبع، يعني كم المسافه من هنا الى لندن مثلا، فبحكي له المسافه هالقد، فممكن ارجع اسال السؤال اللي بعده انه كيف الطقس فيها. فالان يفترض انه يعرف من الكونتكست انه انا لما احكي فيها انه هذه تعود على لندن، تمام. برضو استخدم الجوجل دايالوج فلو، سهل جدا. ف يعني ممكن ان انا اعملكم شير لهذا الدوكيمنت. الدكتور بدعم العربي صحيح، في هنا الدوكيمنتيشن في سبورتد لانجويجز، هاي بدي دايالوج فلو، طبعا هذه اللانجوج تبع الدوكيومنتيشن، ممكن ابحث هنا سبورتد لانجوجز، هذه translate speech to text، فممكن انا احدد ديالوج فلو supported languages. بدعم أكثر من 20 لغة. يفترض إنه في list of languages multilingual support.
اوكي دايالوج هي مذكورة في مكان ما، حكيت انه نحكي نان دايالوج لو يفترض يجيب لنا الخبر اليقين. هذه speech to text، أنا هنا بدعم العربي. بس الديالوج flow in the languages. يبدو أنه لا ما بدعم. بدعم اللغة العربية. IBM Watson بدعم اللغة العربية. IBM Watson chatbot Arabic building an Arabic speaking chatbot IBM in a tutorial. أيوة بعد الخطوات step by step. فهنا إنه conversational application with Arabic language support بدعم اللغة العربية. هاي ال content overview. Ingredient. أعتقد أنه أنا لازم أكون داخل بحسابي عشان أنه أنا أشوف كل الـ documentation. في كان عندي مقارنة بين كل هذه الشغلات اللي فعلاً إنه فيها اللي بتدعم العربي. طبعاً هذا الكلام بيتغير مع الوقت. في واحدة تانية برضو بتدعم اسمها في سيرفيس تانية. ممكن ترجعوا لهذا المقال لنا اللي حكيت لكم عنه إنه هو في توب 25 chatbot services. Satisfy motion AI converse.ai chatter on.io. طبعا الاختيار بين هدول كل البروفايدرز مش بهالسهولة هذه، لأنه لو أنا عملت application يعني أنا هلقيت الويت AI هيو عماله بعمل تغييرات يعني موجودة فيه، يعني بحكي لي إذا كنت سابقا أعمل دخول بال بالجيت هاب فهو عمل تغيير للسياسة تبعته بده يربطها بالفيسبوك. تمام. عدا عن ذلك انه هي مطروحة بشكل فري حاليا، لكن لو تغير نظام البرايسينج زي كأنه انا يعني عشان هيك انه الشغلات هذه انه لما تكون يعني انا بربط حالي بسيرفيس زي هيك بتكون
فعليا انه انا بخضع على السياسة تبعتهم لو صار في تغييرات معينة، فعشان هيك الاختيار مش بهالسهولة هذه. انا بدي اختار شغلة مستدامة تمام، والمستقبل انه ما يكون فيها تغييرات كثير لو انا بدي ابني شغلة على المدى البعيد. لكن واحد بيشتغل ضمن الامكانيات المتاحة حسب المتاح بالنسبة له من داتا سيت او من سهولة الدوكيومنتيشن او توفر دعم للغة العربية في سيرفيس معينة هي اللي بتحدد خياره تمام. فالمشروعين هدول اللي حطيناهم انه كتير يعني مشاريع كويسة وممكن انه انتم متقدموا لها، بتصور انه ممكن يعني لو انه درسته اكتر يعني قرأته documentation اكتر على 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 واحدة، ركزته على واحدة بتدعم اللغة العربية، ممكن انه انت تشتغلوا على هذا احد المشاريع هذول. هيك اعتقد انه في ضايل اسئلة تانية على الشات بوت. دكتور بالنسبة لبناء الشات بوت بناء على أساس سيرفيس أو من الصفر، برجع الخيار للكلاينت يعني لازم أخيره أنا ولا أنا بشتغله؟ لا، بيكون إنه مش الخيار مطلق للكلاينت، لأنه كذلك برضو حسب الإمكانيات الموجودة. يعني لو الكلاينت بده أن أنا بدي أبني له من الصفر وبده أن أستخدم ماشين ليرنينج وما فيش بيانات، فبالتالي ما باليد حيلة، يعني ما في خيار. لا مش بين، ما بحكيش انه بين الماشين ليرنينج وبين الرول بيست، لا بين ان انا ابني الرول بيست انا او استخدم سيرفيس زي الويت اي وزي ال، انه انت يعني هو في الحالتين انت حتبني الرول، لكن في الطريقة الاولى انه انت بدك يعني انه بناء الرول بده يكون انجن محلي، وانه انت حتتغلبي شويه في بنائها. لكن باستخدام السيرفيس زي الويت او الاي بي ام بيسهل عليك الشغل بشكل كتير كبير، او الديالوج او الجوجل ديالوج فلو. الان هاي الشغلات بدك انه تشوفي حسب البرايسينج، يعني موضوع البرايسينج كتير كتير مهم في الموضوع. يعني برضو هذا بدخل في الخيار، يعني دعم اللغة المطلوبة تمام، بالإضافة ل إيش نظام البرايسينج اللي موجود. هنا اللايسنس إنه هنا فري، وهنا 14 دي فري تريال أو $39 في الشهر. فبالتالي يعني كل واحدة بتختلف عن الثانية قديش إنه مقدار البرايسينج فيها، هل هي أفوردبل بالنسبة للكلاينت ولا لا؟ لأنه ما الفائدة إنه أنا أجي أحكي له إنه أوكي أنا هجيب لك واحدة ممتازة بس حتكلفك $20 في الشهر، أو مثلا هو نظام التكلفة على فكرة بالمناسبة بيعتمد على الريكوست، عدد الريكوست. فلو كان أصلا هو عنده عدد المستخدمين كتار 10,000 مستخدم، وكل مستخدم بده ياخد عليه مثلا $5 أو $3 السيرفيس هذه، فبالتالي حيكلفه فلوس كتيرة في الشهر، حيكلفه كل شهر تقريبا 3,000 $10,000. فعشان هيك برضو بده يكون هذه ضمن الحسبة انه اوكي شو اللي انت بدك اياه، شو البرايسينج. انا لازم اخيره معناته، لازم اخيره تمام. بس يعني ممكن انه انت تحكي له انه يعني ممكن بشكل سريع انه تشوفي الويت اي اي وتحكي انه اللايسنس تبعتها انه فري حاليا، وانه هي الدوكيومنتيشن تبعتها انه فعلا انه هي كتير ممتازه، انه يعني بتسمح لي انه انا احدد هنا الانتيتيز والانتنتس والكونتكست والاكشن فيها كل شيء هنا allows to use. فبالتالي عشان هيك هذه المقارنه كتير ممتازه. انا بحكي لكم انه
هنا انه ايش بتمكنني الويت اي اي، بتمكنني من هدول الشغلات كلهم، خلاص يبقى هاي المطلوب. هو طالب كونتكست، في كونتكست، طالب انه اكشنز معينه بقدر اعمل اكشن، فيها تحديد انتنت او فيها تحديد انتنت. ايش بدعم؟ بدعم البايثون، بدعم النود جي اس، وبدعم يعني لغات برمجه كثيره. فبالتالي هنا متاحه للديفلوبرز انه من خلال الاي او اس والاندرويد والراسبيري باي وكل هاي الشغلات. فبالتالي خلاص هذا خيار كثير ممتاز. عشان هيك انا فعليا هدول كلهم انا ما عنديش كثير احكاك فيهم، لانه وقع اختياري على هذه لهذه الاسباب، انه انا مش مرتبط ببرايسنج بلان محدده. هذا الكلام اصلا مذكور في السايت تبعهم. انتوا لو رحتوا على السايت تبعهم هنا ودورتوا هنا انه عن البرايسنج تبعهم، وبحكي لك انه احنا فري، بس لمتى حنضلنا فري؟ هذا الكلام مش هاي فاكس. ايوه ذكرت في الفاكس هنا what is your pricing. هنا ويت از فري انكلودينج فور كوميرشال يوز، حتى لو انت بتستخدمها استخدام تجاري. سو بوث برايفت اند بابليك ويت ابس ار فري اند governed باي اور تيرمز. هنا سبورتد لانجويجز، هاي العربي موجود فيها. انا مراجعه يعني، انا اشتغلت يعني عارف الويت كويس لانه انا اشتغلت عليه، فبالتالي هو فعلا بدعم العربي. الآن نيجي للتيرمز تبعتهم. التيرمز تبعتهم بيحكي إنه هاي آخر تحديث لإلها في 13 مايو 2020، كل مرة بتتغير فعلياً، كل مرة إنه هي بتتحدث. هذا تقريباً، هذه أنا أول مرة تعرفت عليها الويت كان تقريباً في 2017، يعني من 3 سنوات. فهنا إنه كان في شغلة بخصوص الـ ownership and the license. هنا بحكي لك إنه your device application and customer data. هنا WIT does not acquire ownership of devices application كذا. فبالتالي كل الـ applications هذه هي ملكك. فبحكوا إنه طب ماشي أوكي، يعني ليش ما عملوا هذا الكلام؟ ليش ما عملوا هذا الكلام مجاني؟ طبعاً هم بحكوا الكلام هذا إنه هو مجاني لأنه هم قاعدين بيختبروا شغلات كتيرة وبدهم يكبروا الشركة تبعتهم، بعدين ممكن إن هم يصير يقلبوها إنه تصير بفلوس. فممكن يكون الويت خيار كتير ممتاز في الوضع، يعني في الوضع الراهن لازبون معين، لكن فيما بعد إنه ممكن إنه يكون في عنده استعداد إنه هو يدفع. يعني لازم تفهموا هذا الكلام. ممكن تستخدموا شغلات تانية إنه بتكون فيها البرايسينج بلان واضحة، يعني مثلا هنا اي بي ام واتسون تشات بوت برايسينج، روح على البرايسينج بشكل مباشر باخد فكرة عن الأسعار. فهنا اللايت فري، هنا بحكي لي إنه إيش الفيتشرز السكيلز، اللايت 5، هنا الديالوج نودز، هنا دايز وورث أوف أناليتيك داتا 7 دايز، ماكسيموم تايم أوت ليميت 5 دقائق. فبالتالي المجانية ممكن أن تكون يعني مثلا البلس ريكومندد، هذه قديش سعرها؟ البلس هذه بتبدا مش انه هتكلفك بس 120، لا بتبدا من $120 في الشهر. 120 دولار في الشهر بده يكون عنده استعداد انه هو يدفع. يعني اوكي انا كمطور بطور لك باستخدام منصة الواتسون، ما في عندي مشكلة أنا كمطور، لكن هنا استخدام
استخدام الابلكيشن هذا من خلال الاي بي ام حيكلفك في الشهر 120 دولار، وهنا بده يكون في عندك هنا مسجز بير مانث عندك هنا في البلس انليميتد، لكن في اللايت 10,000. انا بدي اجي اقوز والله اقيس انه هل انا خلال الشهر ممكن انه تتجاوز الرسائل تبعتي ال 10,000 حسب الزباين تبعونه. انت ايش زباينك؟ ناس بتعمل اوردر، اوردر لطلبات، بدك تشوف قديش والله انا متوسط الرسائل انا عندي في الشهر 5,000. اوكي اللايت مناسبة لك ومجانية وتمام تمام، لكن برضو فيها شغلات محددة. ممكن انه بدي يجي يحكي انه انا بدي الاناليتكس للشهر الماضي، لا الاناليتكس ديتا محدودة لسبعة ايام فقط. عشان هيك يعني هيك تعرض البرايسينج بلانز للخدمات اللي انا بدي اياها، وممكن من خلالها احدد اللي انا بدي اياه. يعني الشغلات هذه ما فيها صح وخطأ، يعني زي ما قلت لأنه ممكن تختلف المراجعة هذه من كلاينت لكلاينت تاني. الشات يظهر اوكي. وصلت الفكرة يا ناهد؟ تمام دكتورة تمام. طيب في أسئلة تانية على الشات بوت؟ دكتور في بعض إشياء على الشات بوت كيف؟ في على الشات بعض مشروع شكرية مش قادر إنه أقرأ أصلاً شوية أشوف. هذه شغلة لها علاقة بالتشات بوت؟ هو طلب التشات بوت على البايثون، بس نحن نعرضه على الفرونت إند ونربطه سي إس إس. يعني فهم عليه. انا هنا بده انه من الشات بوت انه يسالوا بعض الاسئله، زي مثلا انه بدي اياك تقترح علي فندق جيد او سيء، يكون الجواب طبعا من بناء على البيانات. ايش البسيطة جدا جدا؟ ليجل بالداتا، هل الحصول على البيانات بسيط جدا جدا؟ ما هو بيحكي على الداتا، بس انا يعني مش فاهمة على كيف نحن بدنا نجيب. هو بيحكي الداتا كلاسيفيكيشن الموجود عنده، بناء على الريفيوز بتاعت المستخدمين الكاستمرز، بيحكي بسيطة. انا صراحة حسيت انه الموضوع يعني انا ما قدرتش افهمه منه، فاعتذرت عنه. بدي اشوف انا مش فاهمة ولا ممكن يعني نفهم. فيديوهات على اليوتيوب بتشرح ايش كيفية الحصول على البيانات تبعت الكاستمرز، بتشرح وكيف نحن نبني الشات بوت.
كيف نبدأ الشات بوت؟ هو هيك بيحكي انه في، يعني هو بيحكي انه في فيديوهات على اليوتيوب، على اليوتيوب يعني ممكن تشوفيها وتكون تخلي لك الموضوع كثير سهل. طيب أنا حسب ما فهمت إنه هنا هنا إنه إنه بده تشات بوت إنه يسأله عن إنه بدي إنه يدلني على فنادق أو شغلة زي هيك، وإنه تكون يكون الجواب على حسب البيانات الموجودة عندي. وبعد ما يتم بناء الموديل بده انه يكون انه يتم يعني انه انت تعملي ديبلوي للتشات بوت هذا على الويب، يعني زي على الفلاسك مثلا او شغله زي هيك، يكون في واجهة انه انا بقدر انه انا انه انا ادخل الانبوت زي هيك ويروح يطلع لي الاوتبوت انه من خلال الويب زي هيك. طبعا هذه الشغله مش بسيطه، هذا contextual chatbot. عندي هنا الانتنس من خلال ملف جيسون. My house is goodbye. Greeting hours. أنا pre-process the sentence نعملها clean. أنت classify إنه حسب ال intent وهنا ال response. أوكي إنه هنا Is your shop open today؟ فبالتالي الريسبونس انه open today، وقديش انه هو سيرتي من هذه الشغلة 90% او 90%. Do you take cash؟ We accept visa. هذه هنا لإضافة الـ contextualization. هذه كيف تعمليها deploy على ال على الويب. أنا مستخدم الـ RMI، يعني مش بالضرورة أنت تستخدمي RMI، ممكن تستخدمي الـ Flask، يعني بعد ما أنت تخزني الموديل تستخدمي الـ Flask طريقة. الشغل مش بسيط، مش أول حاجة هنا إنه هو بده ريكومنديشن على إنه اقتراحات لفندق جيد أو فندق سيء. طبعا الجواب هذا بيكون من ضمن الداتا. هل هو عنده، لو بدنا نستخدم الوصفة هذه، هل هو عنده البيانات هذه؟ أول سؤال مش موجودة.
فبالتالي الوصفة هذه ما بتنفع، هذه محتاجة لبيانات. هذه الوصفة يعني تنسر فلو ماشين ليرنينج بدها بيانات. هذه شغلة. الشغلة الثانية إنه أنت تعمليها على الويب بتتطلب شوية هيك، يعني بدها عشان تاخدي أنت الكونتكست بطريقة ما، يعني ما عاد موضوع تكني يعني ستريت، خليني أحكي إنه في النهاية إنه راح ينحل لو عملتيها على الفلاسك، لكن بناء الموديل مش راح تقدري تستخدم الوصفة هذه. فهو فعليا مش كتير فاهم ايش اللي بده اياه، او مش متخيل كتير يعني التشات بوت. ممكن لو انت معنية في الموضوع ممكن تعملي معاه انترفيو او عفوا ميتنج، وتحكي له انه التشات بوت انه انت عندك يا اما الطريق هذا او الطريق هذا او الاوبشن هذا او الاوبشن هذا. الاوبشن هذا بتطلب بيانات، الاوبشن هذا بدك تعطيني انماط اسئلة وأنا بحاول أن أبرمج لك إياها باستخدام نمط الانتنس والأكشنز، هذه زي حسب التوتوريال أو حسب ما شرحنا قبل شوية. بس هو كاتب إنه معها داتا، بس الداتا قليلة وأنت بدك تضيفي عليها داتا أكثر. وين؟ لا حسب ما أنا فهمتها هيها ومرفق معها داتا ولكنها بسيطة جدا جدا، يعني إنه معها داتا بس ستر. قليلة أنت بدك تكتريها أو وسطك آخر إشي. ومرفق معها داتا ولكن بسيطة جدا جدا. وبحكي على الفيديوهات اللي على اليوتيوب، أما مش هو عندوش داتا جاهزة، أنا سألته. فيديوهات يوتيوب بتشرح كيف تعمل تشات بوت. لكن هو في كل الأحوال حتى لو كانت الداتا يعني قليلة جدا جدا، داتا ما داتا قليلة جدا جدا ما تنسر فلو لا تجدي نفعا، يعني ما بنفع. يعني لازم يكون في عندي، يعني مثلا لو شركة انه والله بتعمل كاستمر سبورت من خلال الشات إلها مثلا بتشتغل 3 سنوات وجد قالت لي كل المحادثات موجودة عندي وبدي كذا، ساعتها انه بعتبر انه في عندهم بيانات وفي ممكن انه مجدي ان انا استخدم التنسور فلو او الماشين ليرنينج في الموضوع. لكن بيانات قليله جدا، ايش طبيعه البيانات هذه مش معروف، يعني ممكن لو انت معنيه انه انت تشوفي عينه من هذه البيانات، انه انت تطلبي عينه شو شكل البيانات، هل فعلا انه، أو ممكن تحكي له إنه لا بتطلب بيانات كتير يعني كتيرة، أو إنه أنت يعني بنروح بالطريقة الثانية إنه إحنا نبني تشات بوت بدون بيانات من خلال إنه تعطيني أنماط أسئلة معينة، تمام، ونقدر نبني تشات بوت من خلال أنت تطلع يعني تبرمجي الانتنتس تبعتها والأكشنز تبعتها، تمام. تمام. حتى هو العميل بتاعي 3 أيام بده، يعني فيك ماكسيموم معك 3 أيام. هذه أنا في وجهة نظري إنه يعني مشاريع زي هيك ما تخدمها. ليش؟ لأنه هو مش عارف إيش بده بالضبط. هذه أول شغلة. الشغلة الثانية يعني راح يشكل ضغط وتوتر كتير كبير كبير، راح يضله يعني لحوح كل شوية إنه شو صار خلاص الديدلاين وإجت 3 أيام، لا ليش أدخل حالي في ضغط نفسي عشان قديش، يعني قديش البادجت تبعته. أنا ما بتصور إنه البادجت تبعته كتير كتير يعني زهيدة، صح؟ مش فاكرة بالضبط، أظن يعني من 50 لـ100 دولار بالضبط، يعني مش كتير يعني على الشغل اللي بده إياه. وهو قاعد يعني بحكي إنه الموضوع بسيط وفي فيديوهات في اليوتيوب، لا مش مع البساطة اللي هو بحكيها يعني. فبناء على المعطيات هذا، لا المشروع هذا مش كتير مجدي إنه أنت تختيه، أو حتى إنه أنت تتعاطي معه وتقولي له إنه طب في عنا خيار كذا وفي عنا خيار كذا، لأنه دائما المستعجل مش، لا مش مريح يعني تعامل مع الزبون المستعجل. إيه طيب، في أي أسئلة تانية على الشات بوت؟
طيب.